الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي ومتابعي قناة عرف دينك، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. ذكرت لكم قبل ذلك أن التيه عقوبة، لكن الله عز وجل لا يبتلي العباد بالتيه ليقتلهم ليميتهم، لا لا لا. لما تبقى تايه والدنيا عمال تلطش فيك دي عقوبة، بس ربنا مش عايز يموتك، مش عايز يقتلك، ربنا بيديك درس تحاول تطلع منه بفوائد. ليه؟ لأن ربنا حتى وهو بيعاقب بيدي بعض النعم، بيديك نعم. ربنا لما عاقب بني إسرائيل في التيه إداهم نعم. أول حاجة، بني إسرائيل ماشيين في صحراء سيناء لا في أكل ولا في شرب، واللي معاهم خلص، هياكلوا إزاي؟ أنزل الله عليهم المن والسلوى. المن ده طائر، طائر، يبقى قدهم لحم طير. السلوى مشروب كده قريب من العسل، يبقى قدهم حاجة حلوة. لكن بني إسرائيل لما هم تعودوا الرفاهية، مش متعودين على العقوبات، ومش واخدين بالهم ان هم معاقبين وان هم يحمدوا ربنا على اللي هم فيه، لكن قالوا له ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، هو احنا هنفضل ناكل فطير وعسل؟ لا لا لا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى. الشاهد، الله ما كان يعاقب ليقتل، انما يعاقب ليربي. لكن اللي ما بيفهمش رسائل ربنا يستمر في الغيده، يفضل ماشي مش فاهم. طيب ربنا اداهم المن والسلوى فقط؟ لا لا لا. طيب عايزين يشربوا، يشربوا منين وهم كتار؟ فيأمر الله عز وجل موسى ان يضرب الارض، يضرب حجر فيخرج لهم 12 عينا، وكمان ايه ده؟ بيديهم خير وكتير، وكمان ايه؟ عشان يحافظ عليهم، لانهم لو اقتتلوا على عين واحده هيموتوا بعض. فايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف، قد علم كل أناس ما شربهم، كل جماعة وكل قبيلة دي العين بتاعتهم. يبقى ربنا ما كانش عايز يموت، لا ده بيعاقب علشان يختبر ويبتلي ويمتحن علشان نفهم. طب كده بس؟ ده لو تركهم في صحراء سيناء بلا ظل وما فيش شجر يموتوا. يقول وظللنا عليكم الغمام، فربنا يروح مظلل عليهم الغمام علشان ما يقتتلوش، علشان ما يقتلوش، عشان ما يموتوش. ايه ده؟ يعني ربنا يدي المن ويدي السلوى، ربنا يظلل عليهم الغمام، يعطيهم الماء، وبعد كده كمان فيقول له مما تنبت الارض من بقلها وفومها، يديهم كل انواع البقوليات. ليه؟ علشان ينوعوا في الاكل، التنويع في الاكل. مهما كان الاكل عظيما ومهما كان الاكل حسنا، لو كلت كل يوم تزهق وتتضايق منه، فينوع لهم في الأكل. بس السؤال، خلاص احنا عرفنا ان التيه عقوبة وان ربنا بيدي نعم في التيه، بس ليه بيدي نعم في التيه؟ عشان ناخد بالنا، علشان نركز، عشان نبص، عشان نحاول نفهم اللي احنا فيه. طب اللي ما بياخدش باله بقى، لما تبقى في تيه وربنا بيدي لك نعم علشان يحافظ عليك وعشان يبقيك، ده بيبقيك علشان تبدأ تفتكر ربنا، عشان تتوب، عشان تعود، عشان ترجع. فحضرتك ما افتكرتش، لما ما تفتكرش تأتي العقوبات. لما ما تفتكرش بقى تأتي العقوبات، بس تبقى عقوبة ما فيهاش نعم. يعني عقبك بس ما ينعمش عليك في النعمة دي، فممكن تموت على سوء خاتمة، عفانا الله إياكم. شوفوا، لابد أن تفهم أن حتى في البلاء الله محسن، الله يحسن إلى عباده حتى في البلاء. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكتب الإحسان على كل شيء لأن الله محسن على عباده. ولذلك إيه؟ لما يبتليك بالمرض تلاقيه ينعم عليك ويحسن عليك فيفكرك بأجره. تلاقي اللي مبتلى زيك مش قادر يتحمل المرض، فتلاقي نفسك أنت متحمل، وتلاقي نفسك عايش عادي وبتاكل وتشرب، فتلاقي نفسك فقير بس بتلبس وبتاكل وعايش وسط الناس.
فربنا يبتلي لكن يحسن. في أعظم لحظات البلاء تجد إحسان. ربنا في أعظم لحظة ابتلى فيها نوح عليه السلام وابنه بيموت، يقول حال بينهما الموج فكان من المغرقين. يحسن ربنا على نوح لأنه ما يقدرش يشوف ابنه بيغرق. يؤمر إبراهيم عليه السلام أنه لما يذبحه يذبحه من الخلف ويحد الشفرة بتاعته. ليه؟ علشان قلبه ما يرقش. يعني الله يحسن حتى في البلاء. بس المهم أنك تفهم أن أنت مبتلى، تفهم أن أنت معاقب، تفهم إن شوية النعم اللي ربنا مدهم لك دول مدهم لك عشان تفتكروا وتتذكروا. فلما تفهم رسالة ربنا يأتي الخير العميم والوفير، لدرجة إن أنت نفسك تقعد بعد كده تستغرب هو إزاي كل ده ربنا ادهولي. هذا وصل اللهم علينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.